بسم الله الرحمن الرحيم. نحيي شعب البحرين الكريم، الشعب الأبي الحر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالحرية، بالخير، بالعطاء، بسلامة مخلصيه. إن شاء الله. طبعا احنا كلنا نعلم أن الشعوب تتحدى الطغاة، وإن شاء الله شعب البحرين دائما صابر، دائما مجاهد، دائما صامد، دائما مضحي. وهذه التضحيات هي هؤلاء قوافل الشهداء هي التي تبني جسور للوصول إلى الحرية إن شاء الله. ندى الشمري.